السلام عليكم دايا الخوت. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نجاوب على الناس اللي سولوني على توصيه التليجرام اللي كنقدمها يعني بخصوص الفوركس. الناس بغاو تحصلوا على التوصيات بالمجان، يعني كل ما عليهم يعني يمشيوا يدخلوا على الرابط الموجود اسفل في صندوق الوصف رابط التليجرام، بحيث انه تحصل على توصيات يعني توصيات مجانا. يعني كنقدم يعني الى 5 إلى 6 توصيات يعني يوميا، وكنقدموا حتى نتائج هاد التوصيات هذه يعني كل اسبوع، وحتى النقاط اللي تحصلنا عليها، الصفقات اللي ربحنا او حتى الصفقات اللي خسرناها. كل هاد الشيء هذا كنهضروا عليه يعني في هاد الجروب هذا اللي مجموعين فيه يعني بعض المتابعين اللي خدامين على الفوركس، او الناس اللي بغاو يبداو في مجال الفوركس. اوكي، موقع اليوم تتحدث على واحد الشركه او لا واحد الموقع اللي من خلاله كيخدم كوسيط بينك وبين مستثمر، او لا بينك وبين صاحب مشروع، يعني مثلا شركه صغيره او حتى مقاول او حتى شخص ما لديه يعني فكره يريد ان يقوم بتطويرها، او لديه يعني مشروع يريد ان يقوم بتطويره، يقوم بنشره في مواقع مثل هذه المواقع التي ساقوم بشرحها لك اليوم. يعني موقع اليوم هو من المواقع الرائعه، من المواقع الموثوقه، والتي من خلالها يمكن لك ان تقوم بالاستفاده والربح من خلال استثمارك في هذا الموقع. بالطبع الكثير من المتابعين من سيقول لي يعني ما مدى مصداقية هذا الموقع. كل ما أقول لك هو أنه يدعم الباي بال، فالكل يعرف على أن الباي بال أي موقع يقوم بدفع يقوم بالاستثمار بالباي بال، فكون على علم على أنه سوف تكون لديه مصداقية كبيرة لما يحمل الباي بال من يعني من الكثير من الشروط التي دائما لا تخدم مصلحة الشركات، والتي تخدم دائما مصلحة الشاري. اوكي، دائما الشاري هو الذي يكون لديه يعني يتم حفظ امواله. اوكي، على العموم يعني بمعنى ان الباي بال يمكن لك ان تقوم بعمل يعني ريفورد في اي وقت، يعني في حال شككت على ان هذه الشركة تقوم بالنصب، او على ان هذا الشخص قام بالنصب عليك او شيء مثل هذا. الموقع يدعم البيتكوين، يدعم البيرفكت موني، يدعم اللايتكوين، يدعم الكثير من العملات، الكثير من طرق الدفع او حتى طرق السحب للمعلومة. فالموقع يدعم الباي بال، لكن الباي بال مفعل وليس الباي بال الغير مفعل بالنسبة لهذا السؤال الذي سوف يطرحه علي الكثير من الاشخاص في حال لم اجب عليه الان. على العموم كما قلت لك الباي بال المفعل هو الذي يستعمل في هذا الفيديو او في هذا الموقع، وليس الباي بال الغير مفعل. بالنسبة كذلك للكثير من الأشياء التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو، وهي المشاريع المقدمة، بحيث أننا سنركز فقط على مشروع سيارات الأجرة أو ما يسمى بالتاكسي. أوكي، هذا التاكسي هذا يعني شخص ما في الموقع لديه يعني 4 إلى 5 سيارات في المدينة، في مدينة ما يعني في مدينة ما يعني في بلد إيطاليا. هذا الشخص يعمل على تاكسيات الأجرة التي تعمل يعني إلكتروني. أوكي، تعمل بالكهرباء، فأي تسمى بصديقة البيئة. فهذه الفكرة يريد أن يقوم بتطويرها، بحيث أنه يوجد الكثير من الأشخاص من يقوم بالطلب، ولكن لا يوجد هناك أي يعني ليست هناك إمكانية مادية. لهذا قام بعمل يعني طلب يعني بيع لأسهم يعني لأسهم شركتي، بحيث أنه يقوم بالحصول على الأموال من أجل أن يقوم بالاستثمار في هذه، من أجل أن يقوم بالطبع يعني بزيادة مشروعه، بزيادة نسبة نجاح المشروع الخاص به. عودة لكم مرة أخرى في قناة سمو بو. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نهضروا على هذا الموقع موني أونلاين انفستمنت. هذا الموقع هذا اللي من خلاله أنك تقوم بالاستثمار، يعني تشتري واحد الأسهم من بعض المقاولين أو بعض الشركات أو بعض الأشخاص اللي تمكن لهم أنهم يديروا واحد المشروع، هذاك المشروع تخدموا فيه وتحتاجوا بعض المال من أجل تطوير المشروع ديالهم. ومن خلال يعني الاستثمار أموالك أنت، يعني تقوم باستثمارها مع ذاك الشخص أو مع ذاك المقاول، والأرباح يعني ستحصل عليها. فالشيء الجميل في الموقع هو أن هذا الموقع هو الوسيط بينك وبين الشركة أو بينك وبين المقاول أو حتى بينك وبين ذلك الشخص الذي تتعامل معه.
ليست هناك يعني شركات كبيرة، يعني أقصد، لا أقصد هنا يعني شركات مثل كوكاكولا، مثل يعني جوجل، يعني هذه الشركات لن تجدها في مثل هذه المواقع. على العموم يعني هذه مواقع تدعم المشاريع الصغيرة من أجل تكبيرها. كذلك يعني عندما مثلا سأدخل إلى هذا يعني هذا الشخص الذي يضع هنا مشروعه والذي يحتاج يعني بعض الأموال، فهذا الشخص لا يعتمد فقط من أجل تمويله، من أجل يعني تمويل مشروعه أو من أجل تمويل شركته، لا يحتاج فقط الأموال الخاصة بك، يعني 3 دولار لن تفعل له شيء، لهذا فهو يعتمد على مواقع أخرى. وسوف نقوم نحن بدراسة هذا المشروع، وسوف نقوم بالاستثمار فيه، وسوف كذلك نشرح لكم ما هي المواقع التي يستعملها كذلك من أجل الحصول على المزيد من الاستثمارات، لأنه لن يحتاج يعني هنا لو رأيت على أنه في هذا المكان فكل ما يطلبه وهو يعني من التوتال يعني خاص به وهو 5187 سهم، يعني 5187 ألف سهم، يعني هذه هي الأسهم التي يقوم بطلبها، يعني 5000 ليست بشيء كبير. أوكي، تم شراء يعني تقريبا كل هذه الأسهم، ما تبقى فقط هو 171 سهم، يعني 171 لم يتبقى الكثير من الأسهم. فهناك الكثير من الأشخاص من يريد الاستفادة والربح من الاستثمار، فأنصحه بهذا الشخص أن يقوم بالاستثمار فيه كما قمت أنا شخصيا بأشياء، وسأريكم كذلك حسابي في الموقع. هذا ليس ريفيو أو شيء من هذا، فقط هذه مشاركة، أقوم بمشاركة معكم هذا الموقع الرائع. كذلك سنرى إثباتات السحب وسنرى كل شيء، يعني سيكون هناك فيديوهات تتبعية لهذا الموقع. فالموقع ليس جديد، الموقع هو قديم ويدفع، والشيء الجميل أنه يقبل البيبال المفعل. يعني هناك كثير من سيسألني عن البيبال غير مفعل، فلن يقبل لك الاستثمار بالبيبال غير مفعل. فكل ما كل ما تحتاجه هو باي بال مفعل، او حتى يعني يقبل كذلك بالبيتكوين، الاتسي كذلك يقبل عن طريق البيفكس موني، كذلك كل هذه الاشياء سوف نراها بالتدريج. فكما تشاهد معي الان سنرى كل شيء هناك، كما قلت لك هذا هو مشروع خاص به عند قراءة يعني هذا يعني هذا الديسكريبشن في هذا المكان سوف تجد على ان هذا الشخص يدعم، يعني يقول لك على انه يحتاج يعني الى اموال من اجل تطوير مشروعه الذي يهدف الى عمل العديد من التاكسيات او دعم تاكسيات من اجل يعني من اجل يعني تسهيل يعني من أجل تسهيل يعني حركة المرور الخاصة به، وكذلك من أجل الحفاظ على البيئة بحيث أن هذه التاكسيات هي إلكتريك. أوكي، فهذه الشركة هي أو هذا الشخص ليست بشركة، هذه فقط يعني شخص يقوم أظن أنه يديرها. أوكي، يديرها فقط 4 أشخاص، يديرها 4 أشخاص فقط. أوكي، هو يحتاج الآن الأموال من أجل أن يقوم ب استثمار أمواله. فهناك كثير من الأشخاص من استثمر مع هذا الشخص، أو على أن هذا المشروع الخاص به وهو مشروع يعني يقوم في تصاعد، يعني حتى في الشرط الخاص به سوف نرى كذلك في هذا الفيديو. فطريقة تجي أول شيء في الموقع هي طريقة سهلة وجد جد بسيطة، لا أحتاج كذلك إلى أن أقوم بشرحها، فقط الإيميل، باسورد، كتابة الباسورد، الاسم الأول، الاسم الثاني، وتقوم باختيار الماروكو يعني البلد الخاص بك، مغرب او شيء مثل هذا، وهنا تقوم بكتابه هذا الكود المكتوب هنا او هذا الارقام المكتوب في هذا المكان، تقوم باعاده كتابتها في هذا المكان، ثم تضغط على سينب في هذا المكان، بحيث انك تقوم بالتسجيل في الموقع وتذهب الى تفعيل حسابك عن طريق الايميل. قد تجد الايميل يعني موجود في سبام، فقط تذهب اليه وتقوم بتفعيله بشكل عادي جدا. اوكي، كنت سيطلب مني إثبات مصداقية الموقع، فكل ما يعني ما ترى على أنه يدعم البيبال، فكلنا نعلم على أن البيبال يقبل الريفوند، يعني في حال رأيت على أن شخص ما أو شيء كما أو حتى هذا الموقع قد نصب أو شيء مثل هذا، فكل ما عليك فقط أن تقوم باسترجاع أموالك عن طريق البيبال. فهذا ما يعني على أن هذا الموقع هو موقع صادق بحيث أنه يقبل البيبال.
فالشيء الغريب هو ان هذا الموقع غير منتشر يعني في العرب، يعني في الدول العربية ليس منتشر بكثرة. اوكي هنا اوكي سأذهب الى نمبر نمبر يعني هذه اليوم الذي او عدد الايام التي عمل فيها هذا الموقع، هو 2367 تقريبا، ستة اعوام وخمسة اشهر. اوكي لكن حديثا ما قام بتطوير يعني نفسه على العموم يعني اوكي هذه يعني يعني الباتي سبونج يعني الخاص به يعني كذلك. يعني هنا ستجد عدد الاستثمارات الموجودة في الموقع، هي استثمارات كبيرة، 667 مليون دولار، اوكي تقريبا 668 دولار 68 الف دولار. هنا كذلك يعني عدد الارباح التي تم سحبها، وهنا اوكي الشخص النشيط يعني في الموقع، وكذلك هنا يعني اخر يعني اخر من قام بالدفع يعني في الموقع وهو هذا العضوية، وقامت بدفع يعني 2.88 هذه ليست نعم استثمار في الموقع وهو 2.88. اوكي سأرجع الى هنا، اي اشاهد يعني التصوير في هذا المكان، اي اخر الاشخاص الذين قاموا بسحب اموالهم. هذا الشخص قام بسحب يعني 11 دولار اليوم، يعني كل هذه السحوبات هي تمت اليوم ما عدا هذه السحوبات التي تمت البارحة. هناك شخص ما قام بسحب 500 دولار، شخص اظنه امريكي على ما اظن. اوكي سادخل ايه نعم هنا تقوم بكتابة يعني كومنت صغير جدا. هنا يعني شخص مغربي يقوم I need trader to start please. اوكي وهذا المغرب في مشيت القام. المهم شخص ما يطلب منه يعني 3 دولار من اجل البدء. هذا الشيء يعني سلبي. المهم نتمنى ما نشوفوش بحال هاد الكومنتات. ايوا تطيحونا الدابو. ماشي مشكلة اخوت. اوكي المهم نشوفوا مثلا هذا الشخص، شخص طه يعني اظن انه جزائري او مغربي، نعم جزائري، قام بسحب امواله من هذا الموقع. يعني هذا الموقع يقوم بالاستثمار يعني السحب يعني عن طريق البيبال، بيتكوين، بيربكت موني، وكذلك عن طريق الفيزا كاش او البنك. اوكي فساذهب الى لوجين، يعني انت بعد ان تقوم بالتسجيل في الموقع تقوم فقط بالضغط على لوجين في هذا المكان، من اجل ان تقوم يعني تضغط على لوجون تو يور اكونت في هذا المكان، بحيث انك تقوم بالذهاب الى كتابه ايميلك والباسورد. ساذهب الى حسابي. اوكي هذا هو حسابي، انا قمت باستثمار يعني مبلغ 123 دولار كما تشاهد معي في هذا المكان، بتقريبا يعني 41 سهم، وتحصلت على 164 نقطة. سنتحدث عن هذه النقاط وما هي فائدتها، هذه النقاط سنتحدث عنها الآن. أوكي ستذهب إلى ستاتستيك ماي شات في هذا المكان، ثم تشاهد معي الآن قمت ب يعني شراء 41 سهم، يعني قمت بشرائه بمبلغ يعني 3 دولار لكل سهم، وهذه يعني هي يعني النسبة التي يتم زيادتها يعني على الأسهم يعني في الأيام الأخيرة. كذا سنشاهد يعني الشارت من خلال ضغطنا على هذا المكان، بحيث أننا نشاهد الشارت. هو الآن الشارت يعني 3 دولار تشاهد معي الآن. هذا السهم وصل في أحد الأيام إلى 12 دولار. أوكي 12 دولار قد وصل هذا السهم يعني وأصبح 12 دولار، فحينها حينها تقوم أنت بالبيع. الأرباح التي تحصل عليها على كل سهم، يعني هذه الأرباح 3 دولار التي تقوم يعني كل سهم واحد تقوم بشرائه ب 3 دولار، وهذه 3 دولار تقوم بدفعها عن طريق البيبال، عن طريق البيتكوين، عن طريق البيركت موني يعني، او عن طريق احد البنوك التي سيتم ذكرها بعد قليل. اوكي هنا سوف تجد على ان التوتال شات التي كنت قد شرحتها، وهي عدد الاسهم المطلوبه في هذا البروجكت، وهي 5180 سهم، وعدد الأسهم المتبقية أي عدد الأسهم المطلوبة الآن وهي 171 سهم، هم الأسهم المطلوبة الآن. أوكي بالنسبة للأرباح اليومية هي 0.03، هذه الأرباح على كل سهم، يعني على كل سهم سوف تقوم بربح 0.03. أوكي العائدات للعام هي ستكون يعني 360%. اوكي
هنا كما قلت لك الديسكريبشن الخاصة بهذا الشخص. سأذهب أنا إلى مثلا أريد أن أقوم بالاستثمار في هذا بهذا يعني التاكسيات التي كنت أتحدث عنها الآن. تقوم بالذهاب إلى الانفست ناو في هذا المكان، تختار هنا عدد الأسهم التي تريدها. مثلا أنا أريد أن أقوم بشراء يعني 5 أسهم أو 10 أسهم، أقوم بالضغط هنا على 10 وسوف يعطيك هنا على أن المبلغ سوف يكون 27، يعني سيتم اقتطاع، أو سيتم ليس اقتطاع، سوف يتم عمل لك ديسكونت أو أوفر أو نعم سوف يتم يعني نعم أوفر سوف يتم بالعربية ماذا تسمى، على العموم يعني سوف يتم حذف يعني 42 دولار، يعني هذه 42 دولار يتم يعني أنت تقوم بكسبها. أوكي هذا فقط ديسكونت. أوكي هذا بالنسبة في حال كنت قد استثمرت عن طريق البيتكوين. في حال كنت قد استثمرت عن طريق البيبال فسوف يتم اقتطاع فقط 0.30، ليس اقتطاعات بالطبع، لا اسمها ديسكونت، أي أنه سوف يعني يقوم الموقع يعني بعمل لك ديسكونت لحساب لهذا المبلغ، بحيث أنك تقوم فقط بدفع 39.70، يعني هنا التوتال يعطيك 30 والموقع يعطيك يعني كأنه يعطيك يعني 0.30 هدية، وأنت تقوم فقط بالدفع 29. يعني بالنسبة لبيركس موني فتحصل تقوم بالدفع يعني 28 دولار، يعني 27 دولار بالنسبة للبيتكوين. لكن على العموم يعني رغم أن المبلغ يكون كبير شيئا ما، ليس كبير يعني بشكل كبير، فقط يعني مهم أنت تقوم بضمان أموالك عن طريق استثمار قبل باي بال أو حتى بالبيتكوين أو البيرفكت موني أو الفيزا أو لايت كون، أنت وطريقة الدفع التي تريدها. على العموم يعني أنا قمت بدفع يعني عن طريق الباي بال، تقوم بالضغط على بركات في هذا المكان وثم يذهب مباشرة إلى باي بال من أجل إكمال هذه العملية. رابط التسجيل ستجده أسفل في صندوق الوصف من أجل أن تقوم بالدخول إلى الموقع وتقوم بالتسجيل في هذا الموقع. بالنسبة لي أوكي شات أوكي بالنسبة للويدراو أوكي أكونت فينانس ويدراو أوكي في هذا المكان، تذهب إلى فينانس من أجل أن تقوم بسحب أموالك. سوف يعطيك هنا أن تقوم ب من تقوم باختيار يعني هنا البيتكوين يعني الباي اوت ميثود، يعني سواء كنت قد قمت بالدفع عن طريق البيبال وتريد سحب اموالك عن طريق البيتكوين او عن طريق اي طريقه دفع اخرى او اي طريقه سحب اخرى فهذا ممكن. المهم تقوم بالضغط على طريق الشانج في هذا المكان، تقوم باختيار طريقه الدفع التي تريدها عن طريق البيبال، بيفكس موني، بيتكوين، لايت كوين، البنك كارد. اوكي تقوم باختيار المحفظه الخاصه بك هنا ثم تضغط على اوكي وتقوم باكمال العمليه بالشكل العادي. اوكي كويك ستاتستيك في هذا المكان، بحيث اننا سنشاهد النقاط التي كنا سنتحدث عنها. فهنا يعطيك المستويات التي تطفو اليها يعني بكل يعني اي عمليه تقوم بها في هذا الموقع والنشاطات التي تقوم بها في الموقع فانه يتم اعطاؤك نقاط. اوكي انا لدي الان 164 نقطه قمت بالتحصل عليها فقط عند استثماري. لو قمت باستثمار يعني عن طريق البيتكوين بنفس السعر وسوف يكون عدد النقاط هي كثيرة، يعني عندما تقوم بالاستثمار عن طريق البيتكوين أو لايتكوين فإنه يتم إعطاؤك نقاط كثيرة، وهذه النقاط تفيدك في حال كنت تريد أن تقوم بالسحب في الموقع. بمعنى هذه النقاط يعني في حال كانت لديك من 0 إلى 99 نقطة فإنه يمكن لك أن تقوم بالسحب يعني كل 29، أي كل شهر يمكن أن تقوم بسحب أموالك، والأرباح التي يمكن أن تقوم بسحبها وهي 22 دولار، ويتم اقتطاع 6%. بالنسبة لي في حال كان لديك يعني 164 في البونس أي في النقاط التي قمت بالحصول عليها فإنه سوف يتم سحب أموالك، أي ستقوم بسحب أموالك كل 4 أيام، وسوف يتم اقتطاع يعني 28 دولار، سوف يتم اقتطاع
سوف يتم السحب يعني ابتداء من 28 دولار، والأرباح يعني سوف تكون، أو القطاعات سوف تكون 5%، ويمكن أن تقوم بسحب إلى أكثر أو إلى حد أعلى ك 210 دولار، بمعنى أنه لا يمكن أن تزيد يعني 210 دولار يعني كل 4 أيام. أوكي، بالنسبة للحد يعني من 200 نقطة إلى 299 نقطة، يعني في حال كانت لديك 200 نقطة أو 299 نقطة، فإنه يمكن لك أن تقوم بالسحب يعني كل 3 أيام وب اقتطاعات 4% فقط، وتصل يعني تصل في حال يعني كنت تريد أن تقوم بالسحب، فإن السحب لن يتجاوز يعني 1000 دولار على كل 3 أيام، وهذا شيء يعني مستوى جيد. بالنسبة للمستوى ما قبل الأخير وهو 300 نقطة إلى 399 نقطة، والتي من خلالها يمكن لك أن تقوم بسحب يعني كل يومان وبمعدل اقتطاعات 3%، وبمعدل كحد أعلى للسحب وهو 3000 دولار. وبالنسبة للمستوى الأخير والذي يبدأ من 400 نقطة إلى ما فوق، والذي من خلاله يمكن لك أن تقوم بسحب يعني كل يوم بمعدل اقتطاعات 2% وحد أعلى غير محدود كما هو مذكور في هذا المكان. أوكي، هذا تقريبا هو كل شيء يعني في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف يتم عمل لكم متابعة لهذا الموقع. هذا الموقع هو شاهدته يعني عن طريق يعني شخص باكستاني، قمت بنشره لكم وشاهدت يعني بعد، بالطبع بعد أن قمت بالبحث، لأنني لن أقوم بالاستثمار يعني كمبلغ 100 دولار أو 123 دولار، قمت باستثمارها في الموقع، لن أقوم باستثمارها في هذا الموقع وأنا لا أبحث عنه، وأنا لم أبحث عنه ولم أشاهد عدد الأشخاص الذين مشتركون في هذا الموقع. يعني دائما أقوم بالبحث وعمل تحليلات حول الموقع من أجل أن أقوم باستثمار وربح، يعني من أجل مشاهدة هذا الموقع سواء نصاب أو موقع غير نصاب أو موقع كذلك، يعني كما قلت لك موقع موثوق. أوكي، تقريبا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى يكون حلقة اليوم وفيديو اليوم قد نال إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة. إن شاء الله سوف يتم وضع لكم حلقات أخرى حول هذا الموقع في الفيديوهات القادمة. كذلك لا تنسى أن تقوم بالضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن توصية للفوركس، هو الرابط الذي ستجده أسفل في الفيديو. كذلك ستجد يعني رابط الخاص بالموقع، موقع موني أونلاين انفستمنت الذي تحدثت عنه في هذا الفيديو. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كان معكم سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.